غنى غنى فايبر قلت اجدد نجدد سلفايبر فظيعه في الجن 129 اوريدي اصلا وحشه في الجن اعتقد كده اللوز بيت في صفك انت اللوز بيت ده في صفنا بس احنا دينا دخلنا تو سيركل ده لو لقيتنا ان شاء الله مش عارف الطير مات؟ لا انا عايش بس مش عارف ال طارق نظام هي متأثرة بس شغالة قلت لك انا امبارح لا اعتقد مش مشكلة صحيح. فايبر عارف لو انت بقول في 15 كانش زمان اللي حصل ده حصل هجرب تاني بس هجرب الاف 15 شوية طيب بس قلت يعني ايه عشان ما بقاش يعني عارف انت في اللي هو بيكسب بحاجة فبيلعبش غير بيها وتبقى حاجة فاهم في ناس مملة كده جاهز جاهز ممكن في الحالة دي نلعب فوكس 2 فايبر يبقى اوف بور سايت اوف بور سايت فوكس 2 بما ان انت فتحت الفايبر فوكس 2 129 قصدي 2 سيركل 129 وفايبر بس الموضوع برضو مش في صالحي قوي لسه انا مشكلتي بلوز فيجوال هي انت الطيار مات ولا حاجه؟ مات فايبر طيب
خش انا كمان. تعالى فوكس 2. لا انت في 15. ماشي، ماشي مش مشكلة، ممكن لا أبدأ. اف 15. لا خلاص، يلا بينا شوف جنب في 15. جاهز؟ ثانية جاهز شوية. ايه ده، احنا جنب بعض. انت ليه؟ في 15 ريد. استنى كده، دخلت غلط. دخلت غلط انا اصلا، طيب غباوة مني دي. زي بعض، مش غباء ولا حاجة. يلا جاهز. داخل بإيه؟ 129. اوه كسرت جناحاتك. الطيارة سرعتك لسه عالية. طايرة. الموتور، بص بص الرقصة. انا واخد بالي، اعذرني بقى على اللي جايه دي. انا بقول لك انا النهارده الدنيا معايا زي بعض، يوم ليك ويوم سهلة. عليك. جاهز؟ يلا بينا. من 29 عاملة زي الصاروخ وهي فاضية، عاملة زي الصاروخ وهي فاضية، سريعة، بتأكسلريت جامد أوي. وانت قدامي ولا متهيألي؟ انا باراشوت يا الاول. مش عارف انشن، مش عارف انشن، والله عيب، والله عيب. بعدين بقى انت رايح فين يا مستر؟ يا حلاوة. خلاص كده المحركات تغلط على الله. طفى المحرك ولا المحركين دي والله. الفايت ده قلب قلب بشكل يعني. والله لما ارفع الفيديو هوريك ازاي ما بعرفش انشن، هي بالذات في الميك التنشين بقى صعب. 29. الميك 29 من التنشين بقى صعب معروف. يلا جاهز. استنى لا اطلع من الوقت. طيب بس الميك الاف 15 بركة برضه. انا لف 15 على وضعها يا باشا.
هقولك ممكن توقف ثانية؟ حاضر، خير، معلش هقوم اعمل حاجة بسرعة جدا. ماشي، اتفضل، يلا، معلش مضطر اقوم. زي بعض. في اي دامج هتقع ولا نكمل فايت؟ في دامج بس يعني، وانا مش هكسب، انا طاير بس مش هكسب. يا جدع ما تقولش كده، شكلك هتكسب اهو. عشان انا ما عنديش هد اصلا، انا ما اعرفش يا سرعتي كام. راجل الهد باظ. الهد والرادار والحاجات دي كلها، النص بتاعت الطيارة طارت ونص الاليفيتور من ورا. المحرك شغال ولا مش شغال؟ ده قتال بدراوة، والله بتقاتل بدراوة حبيبي. شغال قتال الحرب العالمية التانية. لا، وكمان من غير ريتيكال، كمان الحرب العالمية التانية يعني كان لو فيه ريتيكال. كريتيكال الموضوع حتى يبقى شوية أحسن. بعدين الطيارة برضو حركتها بقت تعبانة. نضرب، احنا نبدأ نضرب هدوم كده. بقول لك يا عم عبد الله، تزعل مني لو اتفضل. ضربت فوكس 2؟ يعني مش انا لسه في الفايت. ما بص، بصراحة مش هين عليا اخسرها الجيم ده، بصراحة ربنا يعني. ولا تزعل يا عم، انا مش لاقيك اهو. لا ليه؟ ما انا عملت ديسنجيج، ليه يا عم؟ ما اشوف لي حاجة تاني بدل الهيدون شوت دي اللي الواحد مش عارف يعمل فيها ايه. لو كسبت الفايت ده تبقى بص هبقى خدت ختم الساعة. يا ريتك صورت. والله انا بصور، الحمد لله. بس هضطر احط الفيديو هنا على بعض، هيقرفني في الدبلج في المونتاج. خلاص اوه، جناح القصر. الحمد لله يا رب. معلش تزعلش مني يا عم عبد الله، انت راجل حبيبي واحنا انت عارف يعني الكلام ده، بس ما عادي كانش معاك. هين عليا بصراحه اخسر ايوه الجد. انا جبت هيدن شوت عملت كده حاجات حلوه. بالحب. هل انا جاهز؟ انت جاهز؟ بس انا جبت فيك هيت على فكرة من غير ايوه، من ما غير هد اصلا. خلينا الجيم الجاي نخش انت فايبر وانا 29 فوكس 2. ماشي، يمنا الاكس. عقار 73 ولا 60؟ لا، معايا 73 طبعا. اوف بور سايت. اوف، مش عارف انا ازاي نجيت من هي الضربة كانت صعبة يعني، شوت صعب ما كانتش. ماشي،
على الهيدون زفت. بعدين بقى تعصبك بس ما تعصبش كده. بص انا يعني كرهت انا كرهت الهيدون شاتس بصراحة، ربنا كرهتها، لان الميك 29 ما بتعرفش تعمل فيها عدل خالص. اه تعرفش تأدي فيها، وكمان بتدي برست، فانا الواحد يعني يبقى ما تنفعش تنشن بالتريسر. اه يعني لو 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 بتضرب زي الاف 15 واخد بالك، سبراي اند براي، فاهم؟ ف انما انا بدي بيرست، ممكن اللي هو افضل ادي بيرست وفي اخر بيرست خلاص اما تخلص تكون انت اصلا جيت في وشي. طب يا جدع ما كمل اول. لا نور لا حلو الهدون اهو. اه رب الحظ والله لسه في الفايت ولا لسه فايت. ايه اصلا الطيارة مات اصلا. اه والله. طيب تعالى اوف بور سايت. طيب انا دخلت 15 سامت. طيب خش خش اف 16. لا اللي فوقيها اللي هي مش عليها ام. ايوه هي اول واحده غالبا. عايز افتكر بقى استنى. اه فوكس احنا بنعمل ايه في الطيارة؟ مستر ار مش شغال، هو الدوك فايت مود، وانت اول ما تعمل عليا لوك ال يعني مش محتاج زرار الانكيج دلوقتي، نزل ابديت بيخليك ان انت بيخلي الصاروخ يجي عليك على طول. انا عايز اعمل حاجة بعدين. لا استنى شغل الهلمت انا مش لاقيك. شايفني طيب كده؟ انا بتهيألي شفتك، تلاقينا عملنا ميرج صح؟ اه شربت انا كده مش شرط. يلا يا معلم هنخش على الجنز تاني. اخد معايا صاروخ. اه معاك صاروخ. لا 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 ما تلبسوش في الارض. لبست في الارض، لبست في الارض. اوف يا انت شفت انا ما شدنا الصاروخين دول ازاي؟ اه المتصور كله شكله شكلها حلو بصراحة. ضربت الصاروخ الأولاني جلة، التاني جلة على طول بعدين. تاني بس المرة دي عايز ألحق عشان أقلل الصاروخ كده على الآخر. أيوة عشان ألحق أعمل الخطوات. جاهز؟ جاهز. سيريان ليتر. اه تو سيركل. انا شايفك اساسا حوار اخر. اوه سبلاش. والله هو لا الطيار بتاعي لسه عايش والطيارة ريلاتيفلي ريلاتيف. لا مش مش عارف اعرف انا بس انت برضو انت تعتبر موقفك احسن. طيب زي بعض. وقف كده عشان دخلت ثاني. اه طيب يلا
اوه ماشي طيارة عايش لسه بس طيارة مش كتر حالة طيارة تانية. طيب هو ترن واحد بس الواحد بياخده. هو الفوكس توك. يلا يلا معلش ثواني ثواني الله ينور بس طب يا رب اعرف في الاول كنت شغال حلو بس انت لا ضربت شغلت ايه لولا الفلير والله كان زمان الواحد راح عندي الزرار بتاع الفلير بيعلق عايز اغيره استنى اخش انا كمان فايبر اوف بور سايد فوكس 2 جاهز؟ انا جاهز يلا فايبر ضد فايبر اوف كورس سايد فوكس 2 فيجوال على طول الوقت ليك طلعت فوق لا ما طلعتش والله على حد ما افتكر يعني مش تهمة لا اصلا مش فاكر بس ما اعتقدش اني طلعت انا نزلت ما علينا فايبر لا باينة برضه التكنولوجيا والله فباينة فرق التكنولوجيا جاهز يلا بينا بتختفي مني انا لو بشوفك انا اول في اول الميرج بتختفي مني خالص ما بشوفكش يعني في وحتى في الميرج 29 نفس الكلام ولا عشان يمكن فايبر مش عارف اصغر يمكن عارف السلاوت بتاعتها اصغر طب خلينا نخش مش عارف بس خد 33 طيب لا يا عم دي بطل انت هتخش طب استنى اقول لك حلوه دي فايبر بس فوكس 2 بس مش اوف بور سايد زي اللي انت مختارها دي وانا دخلت ايه انت دخلت الام 9 ام اللي شال الام 9 ام
جاهز؟ جاهز. وبرضه نشغل هلمت. اه بس ايه، غانز لوز. ريفرس نغير الموضوع ده. لسه عايش صح؟
شكل القوت بتاعنا هيخلص قبل ما الجيم ده يخلص. الموضوع بدأ يبقى ممل. شويتين ثلاثة. بينجو. عيب والله، عيب والله يا فايبر. ايه حلاوة، خلاص اصلا انت فزت. ليه؟ الجنة خلص. انت اللي فزت. ليه؟ خد خلص. والله العظيم. الجيم المتعب ده فاكر؟ نعم؟ بيقول الجيم المتعب ده انا تعبت. والله لو انا عرفت انزل في الرنو في الممر ده في المطار ده، لان يعني برضه انا الفيول بتاعي تقريبا خدي بقى اكو خالص، خدي بقى مثلا 200 هو 400 440 برضه. لو في مطار قريب هيبقى خلاص. جي جي يا مطر. ايه هش حتى لندن كويس الحمد لله.
لفة 15 بقى عشان تعبت من الفايبر. ماشي جاهز؟ جاهز. بس ما اظنش ان الموضوع ده هينتهي لك يعني نهاية كويسة. يا عمي تغيير عشان سبايك 33 تقيلة قوي. ماشي تغيير. انت ادرى، انا زيت من 29 الفايبر. يعني الميك 29 تزهق بصراحة. هي دي اللوكس فيجوال. ممكن اضربك بس اختفي. لولا كده كان يعني كان زماني عامل حاجة كويسة. شوف التهزيق بقى للوست فيجوال لما سخونة 33 بتضربك بالجنة. لسه في الفايت، هو في مفروض انجن مولع. ايوه انا مش عايز. ايوه عامله سبن من غير داعي. لا في داعي، في انجن شغال وانجن مش شغال. شفت بقى الطياره اللي انتوا بتتريقوا عليها دي دلوقتي بقت البريمو. مش الطياره والله، انا اللي لوست فيجوال. انا كنت شايفك، كنت بالنسبه لي مثلا زي الساعه 10 كده، وبعدين فجأة لوست فيجوال منك وما لقيتش حاجة، فثبت ادور عليك شوية، بعدين كملت لف لقيتك ورايا. ماشي انا جاهز. انا طلعت فيرتيكال ممكن عشان كده استخدمت ال خبسة. خبسة ايه يا عم هو؟ دلوقتي مدخل اصلا بسهولة. بعدين بقى الطيارة مالها في ايه؟ استبح يعني مضروب لها جناح بس، يعني مش حاجة كبيرة ولا حاجة. والله العظيم مضروب لها جناح صح؟ لا هو قايم انا ضاربها بس هو ما طبعا انت شايفني زي الفل صح؟ انا لوست فيجوال عليك على فكرة. اقسم بالله لف 15 طيارة محترمة. تعالى تاني يلا. جاهز؟ أنا مش سامعك. ألو؟ أعتبر ده ما تروحش. ايه اللي حصل؟ قبل عمل
ايه؟ الديسكورد وقف لوحده. انا فضلت ان انا ابص عليك واضرب عليك جن بدل ما الحق نفسي. انا دخلت تاني. لقيتك معدي تحتيه تحت النوز كده، وانا باصص على الارض على طول. انا عامل بول اب ولا اضرب عليه؟ رحت مطنش ورحت قلت اضرب عليك. انا لاحظت ان هو ان احنا قريبين جدا من الارض. وما هو غباء مني، بس انا يعني ما اعرفش ايه اللي خلاني اعمل كده. هات زي العجل وجه، هات السكينة، هات طيارة كبيرة زي العجل فعلا. العجل وقع، هات السكينة. سريان ليه ترن ايه؟ بس ما زعلنيش في حاجة. خلينا في الوان سيركت. اوف، طيارة عجل عجل يعني. بس مش وحشة برضه يعني، ده واخدني شوية جميل كده. مش وحشة. مدير. بس انا خلي بالك كنت ضربك قبل ما وانا ضربتك برضو ولا ما تعرفش بقى انك الطيارة بتاعتي كويسة قبل ما نخبط في بعض. بعدين بقى نلعب ايه تاني؟ ما تخش ميج 21 ضد ميج 21. ما عندكش صح. لا عنديش، مش فاتحها. طيب في الغالب انت اللي هتكسب. انا على طول ميج 21 مشكلتي يعني. بعمل اوفر جي واكسر الجناح. خش انا في 15، ما بعرفش العب بيها. ممكن تعجبك. ما يعني ما بعرفش العب بيها قوي يعني. انا ما كنتش مفروض، انا برضو ما بعرفش العب بيها، بس انا جربتها امبارح يعني من قله. اصلا مش عامل لها، مش عامل كنترولز. ازاي اجيب الجن؟ ودوك فايت خليني مود. اشوف لك. دوس سي. فقد يعني ان هو سي، لو ما جاش معاك يبقى قول لي ما ادور لك كمان مش الكنترولز. جايب استنى اوقف عشان اشوف لك الكنترولز ولا لا يا عم. غالبا عشان عندي مود متخلف بتاعي مش عارف. بقول لك ايه، انت شايفني؟ طيب موتني فوكس تو. خلص من ال فوكس تو ايه؟ فوكس تو عشان انا مش عارف. يا لهوي، يلا ولا فوكس ولا بتاع. ولا فوكس تو ولا نيلا. هات فايبر. انا دخلت فايبر. ثانية فايبر اللي هو الام 9 ام. مش عايز يعني، عايزني اخش لك. خش في 15.
هنشوف. المشكلة ما عنديش هلمت. خلاص مش هشغل انا هلمت. لا يا عم عادي، لا لا ما عشان خلينا برضو بالنسبة لها هتبقى أسهل، لأن أنت عندك هتقيم بحتة صغيرة، أنا عندي حتة دايرة كبيرة في الكم. زي بعض أشتغل عادي، زي أشتغل عادي. بعض زي بعض لا 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 لا، مش يا هينفع. عم. ما تبقى بتاع ده النبي يا شيخ، الله يبارك لك. يلا بضرب كل الناس. بس ايه ده، انا على فكرة ما عنديش صاروخين، بس انا عندي كتير. انت عندك تقريبا 4. تحيا الفايبر. دخلت تاني فوكس تو ولا براحتك؟ اي حاجة قول انت، عشان انا بصراحة تعبت. انا تعبت اصلا، ممكن اقفل. فبراحتك انت، اي حاجة. تعالى ما افهمش اي حاجة. جن جن ماشي، عشان بيطول شوية بيبقى في لعب. طيب يلا بينا. اوف اضرب في اللي انا مش عارف. اه كده عايز تلبس في الارض يعني؟ لا، لو انت هتلبس ورايا في الارض ليه؟ المرة دي اتعملت بعقل. Thank you.
اوه، بعد كل الضرب اللي انا ضربته ده ترى يعني زي ما الجماعة الامريكان ضد الابلسة بيقولوا بيبرد. عاش يا الحمد لله، ده كله من الفايبر مش مني انا بصراحة، هي الطائرة دي المحترمة. بس انا كنت انا عملت حركه عجبتني، ايه حتى لما انت نزلت على الارض كده رحت انا قررت ان انا اتعامل بعقل ورحت سايبه. انا هو لولا ان انا في الحته الاخرانيه دي لوست فيجوال انت كل فتره بتدخلني تسكت. اروح انا اعمل ريفرس. خد بالي، ولكن انت عامل ريفرس واليد النيلة. مشكلة الريفرس على السرعات الوافية الرول قصيرك بيبقى ذمة الله، على ما تعمل الريفرس يكون التاني وصل لك من الناحية التانية. تو سيركل هي تو سيركل. لا بطلنا كده غلط، كده غلط. صغر الطيارة ده مساعدني. الحمد لله.
كفاية كده عشان أعصابي تعبت.